بعد أن شعرت التلميذة صديقي عمرة بالتعب وأرادت الانسحاب من السباق الوطني للعدو الريفي للشباب والجماعات المحلية بولاية البيض، فما كان من أستاذها عماري بن عامر بمدرسة الشهيد حمادي عثمان قرية بغرارة إلا الجري معها ومرافقتها وتحفيزها ودعمها وتشجيعها لتكمل السباق لتكون النتيجة فضية بافتكاكها للمرتبة الثانية وتأهلها إلى المرحلة الولائية بكل جدارة وعزيمة. هكذا يكون الأستاذ المميز والأستاذ الذي يشجع ويحفز التلميذ حين يرى جدار روحهم أن ينهار، والذي يفرح بنجاح تلاميذه فرحة تفوق فرحة أهاليهم.